واو دعسنا دعسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت ورجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب سايونارا وايلد هارتس. أنا نزلت الجزء الأول وصراحة ما توقعت أبدا يجيب هذا الدعم كثير كثير مرة. كان مبسوطين بالفيديو وفي نفس الوقت في فئة منكم كان مرة مو طايقة اللعبة ما أدري ليش، بس إنه الناس أذواق منها يعني. ما بطول عليكم، لا تنسون اللايك. في الحلقة اللي قبل واجهت في البداية ثلاثة بنات كذا، كان فايت رهيب. بعدين في أربعة وصاروا ذئب مدريش، كان حاجة فخمة مرة. فخلونا الآن نشوف إيش اللي حيصير معنا. يلا، هذه المرحلة اسمها Hearts and Sword، يعني القلب والسيف. أوكي طيب أيوة أوكي، بدينا. يلا يا شباب، لا لا بدأ من البداية يا عيني. أوه الله يا سلام يا التفحيط يلد. الله اوكي من البداية موت. ها اوه يا سلام. راح يمين دي المرة. يلا نغير شوية. اوكي اوه ما انا قادر الحق. هذه المرة سوف تضبط يا بنتك، انت تستطيع. يا سلام. اوه اوكي هاي شوفوا القناع حقها قلب. هاي اوه دام هذي تساعدني ولا راح اواجهها بالسيف هذا اللي اعطت. دام دام قسمتها يا جماعة الأبيض والأسود. ليش نو رانك؟ نقاطي بيضة أنا ولا إيه؟ يلا يلا ذحين شكلي أواجه الجزئين ذولي. أوكي. ديم. ديم باي. يغيرون شوفوا. واو والله المرحلة فكرتها أسطورية. يا كلب. عرفت الحركة. لن أقع في فخك، لن أقع في الفخ. خلاص عرفت كل شيء. هذا إن شاء الله إني ما رحمك. اصبر أيوة لف. يا سلام أوكي. ها اندمجوا سو. أوحي شباب يا شباب إيش أسوي؟ أوكي خلك في النص خلك في النص خلك في النص. يا سلام والله فكرة المرحلة يا جماعة أسطورية أسطورية، بس اني احس اني راح اتوقع. او ماي جاد دام اي اي خبزنا. واو اوكي ركز بدا خليك مع اللحم بدا، لازم انك تدرس اللحم. ها اوف الله انا صرت اغير دام الله. ها ايش؟ اوه اوكي 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 يلا الحقهم الحقهم بسرعة. ها بسرعة 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 يلا سلام ايوه. سوف اعدلتكم يلا نلحقهم بسم الله. الله يا سلام. اوه ها اوه طول شكلهم. الفيديو كله يا سلام اوكي دو سولو دو خبزنا موتنا موت اوكي ايش ده شو كله سلام لازم اخذ القلوب بعد عشان ايوه
اوكي ها يلا طائرة صارت ذي مو ها تحو اصلي للتحويل اوكي ايه المخ يا شباب ضعنا الله ايوه لحقتهم لحقتهم يلا الله كي او وبلع القلب شلته مندي بالركش كذا اجي هاي يا جماعه ذي المرحله اسمها نايت دريفت وسياره لا تقول لي بدل الدبه بسياره تبعيط الله ديفاي اي بس السياره ثقيله يا جماعه راح يكون اصعب الوضع اوكي تشوفون التبعيط كيف دقيقه لما تروح يا ليت والله ثقيلة سارة في التحكم قصدي يعني بس حلو حلو نغير شوية من الدرجة يا شباب ما ابغى افحم ما ابغى افحم اوكي ما اقدر اوكي والله كان راح يا ليت اوه يعطيني نقاط على التبعيض يا شباب الله ايوه بعدين تضرب في صبة خلاها تنفعك ايوه اوكي يا سلام يا الله الله يبتر الله اوكي الحمد لله الحمد لله ما ضرب اوكي هذا العدو الجديد هذا العدو الجديد اللي راح اواجهه يلا في ار معه هي شكلها ذي المرحله شويه غريب اوكي ايش في ها ايش لا لا هاي حولني لعبه يا شباب بريف طلعني هاي يا شباب انا داخل اللعبه هاي تشوفون ماريو ما بوي فينك ما بوي طيب هاي انا رايح اوه ذي اللعبة أعرفها ذي الأشكال يا شباب تترس تترس اسمها طيب باقي ماريو لو نحصله والله ديم اوكي هاي شوف كيف تتغير اوكي راح فوق يا سلام خليك فوق خليك فوق اوكي خليك فوق دائما دائما يا بندر فوق ايوه فوق 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 اوكي تحت ايوه روح هنا الزوايا يا عيني ها ايوه وصلت لنفسي ولا ايش برونز حصلت برونز ها طلع عيني هاي الشباب جالس يلعب بذجبي مدير والله عرف هذه كان العبها زمان هذه الأشياء اللي تمشي والله إني أذكرها سلام الله الله صرت أهجم دخل خلاص فهمت اللعبة فهمت الكود وحطيت لنفسي أسلحة هاكر يا عش بلعوا خذ خذ سوق أه إيش يا ربي خلص شحن المطار وأطلع طلعني بليز ما حواجه القلب ال ايه شباب يا جماعة دعس بليز بليز خلصي خلصي خلص الشحن خلوني اطلع لا لو خلص الشحن اصلا انا اللي راح اتورط ابلع كي او جلدتها جول جبت نظام اللي حولك شريط ما عندي اوكي شباب المرحله اللي بعدها اسمها ترانسونيك جرافيتي بس باقي شويه يا جماعه نخلص يلا 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 شكله هذا العدو الاخير او في عدو بعده ما ادري ايش الجاذبيه وربي شكله مرحله اسطوريه ها الدبب ولا السياره ولا ايش والله الدبب حلو احسن الدبب
واو اوكي دام واو اوكي ها ايش عنده ذا ورع ورع دام يا جماعه والله حالك متحمس انا بزياده يعني اوكي يا سلام انتبه 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 بسرعة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام انتبه انتبه لا تموت ايوه اوه ها الله اوكي اوكي كسر كسر هذا عشان حصل دلو عشان حصل ايوه حلو 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 انقص الحين ايه موت والله موسيقى جامدة بس يجب تعب ايوه يا سلام تعال وقف ور 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 ايوه وقف ايش راح يستخدم بطاقة ماذا بطاقة ماذا اندعس الهيجة اهربوا اهرب لازم دحين اواجه هذول الرؤوس المتطايرة الرؤوس المتطايرة ايش راح اهزمها ها ايش السلاح اللي راح استخدمه الله والله الايم بيض بس نحاول يلا اوه ماي جاد من جد تحتاج ايم يا شباب اوه دام اوه والقلوب يا عيني يا عيني سمول كومبو او ميديوم كومبو الله يا بندر ما احتاج ايم مره يعني بس اشر على ويدي جلد الرصد شكرا يا سلام واو دام دام يا سلام لاست كومبو الله اللي جلدهم بعد فتح باب ايوه والله صاروا يهجمون صاروا اوكي ابلعوا ابلعوا كلكم بس ابلع ابلع بس ابلع ها قطعه قطعه هذه اوكي يلا راح اجلده ذا انتظر بالفاس حقي انه انه الموت جايك ها حبيبي كل ما عندك دحين نواجهه يلا ها تعال ما في ماسك وذا وتهرب تعال حبيبي تعال 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 فين فين رايح فين ها ما في ما تروح مكان اوكي انتبه 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 بدر انخبز انخبز عليك ايوه يا عيني يا عيني ها هذه حلو يا سلام خذ بس هذول بس يلا يلا اخذ القلوب واخبزه مره واحده اوه ذا كله والله انه يعني جبت له طفش اوكي ايش اللي صاير يا شباب بليز ما بليز بليز اوكي الحمد لله اوه اوكي يا شباب المرحله تدوخ المرحله تدوخ اسمع عليكم عندي الموضوع اوه واو مين ها يلا انتبه ووو يلا ها خذ الرقصة يمينك ايوه خذ هذه بس اهرب اوكي حلو اوه وربي صعبة يا جماعة سلام اوكي حلو 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 الله 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 بدر يتجاوز العقبات بسهولة ويكمل طريقه ليدعس الورع ذا يلا خذ واحد ثاني ابلع بس ابلع اوكي كان تو ماتش يا غالي كان تو ماتش والله ما والله مشكلة الورع ذا تضربه هذا الله يقرفه ايش ذا يا اخي قرفت المتابعين استحى على وجهك اوكي
اوكي ورب المرحله صعبه يا شباب، احتاجات تركيز التفعيل. اوكي ايوه طرنا طرنا طرنا. ها وابلا صيد صيد يا شباب، لوت 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 لوت، صيد صيد ابلع اخر واحده. اوه كثير كبير الله. دام واو دعسنا دعسنا. اوه اوه بربي ما اخذت حتى ولك، اقول بس يلا بس يلا. دام والله دام والله دام، خذ اوكي وخذ لك يلا. بالعين برونز على ذل الفخامه كلها جبتها برونز، والله اني احسني بدعت وخبزته. واو والله دام يا شباب. هذه المرحله الاخيره يا شباب اسمها وايلد هارتس نيفر داي، يلا القلوب لا تموت يعني. طيب ايش ايه لا كلها تجمعت سوا في العين. طيب خلاص هذه نهايه اللعبه. ها الو شباب ها او ماي جاد تبع من العين العين. اوه ماي جاد خبز ولا حتى سرعه البديء. واي شو اسوي شو اسوي. اوكي سلام يا عيني يا بندر يا عيني، ياخذ كل القلوب ورب صعبه يا شباب والله. سريعه مره سريعه مره سريعه تبع تبع. اوه جنبته من بينهم. اوه مره ثانيه دام. لا 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 واو اوكي جلدهم جلدهم. كنت خبز لك العين يمدي ما يمدي ما يمدي نخبز العين. طلع عيون الصغار سلام يا سلام. ها ها خبز لك خبز لك كل شيء خبز لك كل شيء خبز لك كل شيء. ما عندي انا ما عندي ما عندي يلا. اي مدير واو اوكي وربي يا جماعه المراحل صعب مرحله صعبه والله. سرعة البديهة هذه مرة لازم فيها بالله اخفى عينه. الله يقلع الوجه كيف عدي. اوه اوكي اوكي اقدر اطلع. اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد بالله اخفى عينه. ايوه اعطي بالله بالله اعطي مزعج ذا مزعج. ابلع ابلع بس ابلع. اوكي رجعت لشكلها الحقيقي. ايوه اذا حد تاخذ هذه يعني يلا شنو صاير؟ الو شباب انا فاهم بيبسي مان صرنا ايش اللي صاير؟ ها؟ هذا اللي صار اصدقائي ولا ايه؟ لا والله مو اصدقائي ابعد يا اصدقائي. الصداقه ما تنفع هنا ينفع لها بكوس. اوكي اوكي اه فهمت الفكره. واو يا شباب يعني دقيقة دقيقة اوكي يعني شباب الله يقلع ذنوبي يعني شباب لا تتجالدون، حل المشاكل هذه بسلام حلها بفوز. في فكرة انه يعني المشاكل الله يقلع الوجه خلينا نكمل نصيحتي انه يعني يا شباب والله المشاكل ما تجيب الا الهم والغم وذا يعني خلك هادئ دائما. اوكي الله الله يا جماعة حسني راح انتعد في الكومنتات من دون الاجل. اي ايش اللي صار؟ الو اوه صار اه
يعني اجتمعوا واصبحوا ها الو ما ادري. الله الله واو مان اوكي هيك والله ما انا فاهم يا شباب الانجليزي صعب حقه. سايونارا وايلد هارت الى اللقاء يعني خلاص من الاسم من البدايه هو الدعنه الى اللقاء يلا. طيب الفراشه هذه من البدايه انا اصلا ابغاها وخلاص هذه القلوب اجتمعت والقلب يعني Hey, Shabba. Not long ago, in a town much like yours, there was a young woman who fell. هذا مو نفس الكل أو Hey, موتناها ليه؟ For years she fell through spirals of sadness and anger until she could not fall any deeper. Fell right back into her grave. ورجعت إلى غرفتها بسلام. ويقول لك يعني هذه شباب الحياة تواجه صعوبات وذا يعني لا تخليك حزين طوال الوقت. لا تخليك حزين ويعني أتوقع واضحة الفكرة إنه دائما لا تواجه المشاكل بغضب. فكر وحاول تحل الأشياء بسلام. يا أخي والله أني أسطورة دائما ألعب نهايتها كذا فيها حكمة يعني أتوقع في ناس كثير في الكومنتات راح يوضحون أكثر من وجهة نظرهم وكذا. والله في حكمة صدقوني بس أنا ما عرفتها وصلها بس إنه يعني الشباب ما يقصرون يعني. أوكي بس شباب نوصل نهاية الفيديو أتمنى لكم استمتعتم. والله لعبة أسطورية أنا تعجبني الألعاب اللي كذا الريذم وذا بس هذه رهيبة رهيبة مرة وانه دائما يعني حتى لازم في اللعبه يعني باسط الكل وانتم ابلعهم واه 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 والى الملتقى. يلا مع السلامه. ايش انتهى الفيديو توكل على الله.